بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. إن شاء الله هنكمل الكورس بتاعنا Foundations Engineering 2، وهنكمل الجزء الخاص بتصميم القاعدة اللي هي متعرضة أو متعرضة لعزم متعاكس، يعني العزم بيجي كده ويرجع يجي الناحية التانية اللي عرفناها في الجزء السابق. والنهاردة هنبتدي عشان نصمم قاعدة، هنصممها إيه المعطيات اللي لازم تكون عندي عشان نصمم القاعدة، وهنشوف خطوات تصميم القاعدة المعرضة لعزم متعاكس. احنا خلاص اتفقنا على السيستم بتاعنا، لازم يكون عندي معطيات عشان اقدر اصمم القاعدة ديت. لازم يكون عندي النت الاول بيرنج كاباسيتي بتاعت السويل اللي هي الكيو نت الاول، لازم يكون عندي اليلد ستريسز بتاعت الستيل اللي هي الاف يلد، الكاركترستيك كومبريسيف سترينس اوف كونكريت اللي هي الاف سي يو اللي هي مقاومة المكعب بتاعت الخرسانة، الحمل بتاع العمود اللي هو البي كولوم، والمومنت بتاع الواقع او جاي من العمود، او ممكن ما يدونيش دولت في مسألة الامتحان ويديني الفريم بالشكل دوت، ويديني عندي هنا هو الديد لود ولايف لود، وانت اللي بتدي تعمل الكيس اوف لودينج وتطلع المومنت بتاعك والحمل اللي عندي. بعد كده كمان لازم يديني عشان انا اكون مصمم العمود دوت اللي كولوم وبي كولوم، وبيديني سمك الخرسانة العادية اللي عندي. طيب هنبتدي نصمم ازاي، او هنشوف خطوات تصميم القاعدة المعرضة للعزم بتاعنا. هي ايه مشكلة القاعدة ديت؟ اقول لك ايه المشكلة. المشكلة ان انا لو انا عندي القاعدة بالشكل ده وعليها العزم ده، فالستريسز بتاعي هيبقى هنا في استريسز ماكسيموم استريسز هنا مينيموم. واحنا لو كان العزم كان في وان دايركشن حاولنا نطول ده وخلينا العزم يبقى يديني استريسز يونيفورم، بحيث ان يبقى عندي المسافة اللي انا رحلتها اللي هي الاكسنتريستي. المشكلة هنا ان ممكن العزم ده يتنقل الناحية التانية، فلو اتنقل الناحية التانية وانت عامل اطالة للقاعدة من هذا الاتجاه، فهيجيلي الاستريسز متعاكس خالص. فاحنا بنريح دماغنا ونخلي العمود فين؟ في النص. وفي الحالة ديت الاستريسز هيبقى ماله؟ هيبقى عندي في استريسز هنا ماكسيمم واستريسز هنا مينيمم، او اف واحد واف ايه اتنين، وابتدي اصمم السكشن ده، والحديد اللي هحطه هنا هو اللي هحطه هنا، على اساس ان لما العزم يتعكس الناحية التانية والاستريسز يبقى موجود من الناحية التانية كده، يبقى في الحالة دي اللي يحصل انا حاطط الحديد اللي كافيه اللي هو نفس اللي موجود هنا. طيب تعال نشوف مع بعض الكلام ده هنعمله ازاي. فطبعا اول خطوة بنتكلم فيها اللي هي خطوة الاحمال، هنجيب البي وركينج اللي هي البي كولوم، والبي التيميت 1.5 في البي وركينج، والام وركينج عبارة عن الام كولوم، والام التيميت 1.5 في الام وركينج، او زي ما اتفقنا ان ممكن اقول ان البي التيميت عبارة عن 1.4 في البي ديد زائد 1.6 في البي مين لايف. طيب عايزين نجيب بقى الدايمنشنز، هنشوف الاول هل الخرسانة العادية شغالة معايا ولا الخرسانة العادية مش شغالة معايا. لو ما كانتش شغالة معايا يعني اصغر من 20 سم، فبنجيب الاي او الاكسنتريستي عبارة عن الام وركينج على البي وركينج. طيب وبعدين؟ طبعا انت عارف الاستريسز لما يبقى عندي فورس وعندي مومنت كده، الاستريسز هنا كنا بنجيبهم ازاي؟ اف واحد واف اتنين. اف واحد او اتنين دي بتساوي مين؟ بتساوي البي وركينج على مين؟ على الطول بتاع او المساحة بتاعتي اللي هي ال في مين؟ في بي. في مين؟ في واحد زائد او ناقص ستة اي على مين؟ على ال، زي ما انت خدت في الاسترينس اوف ماتيريال او خدت في الاستراكشر الاستريس ازاي اجيبه نتيجة فورس وعزم. طيب انا بقى هاخد الزائد ديت اللي هي اقصى قيمة واسويها بمين؟ بالكيو نت الاول. يبقى الكيو نت الاول عندي، البي وركينج عندي، ال بتاعت الرينفورسنج كونكريت معرفهاش، والبي بتاعت الرينفورسنج كونكريت معرفهاش، واحد زائد ستة اي على مين؟ على ال بتاع الرينفورسنج كونكريت. طيب هتقول لي ايه؟ طب دي معادلة يا دكتور فيها مجهولين. عارف ده وعارف ده وعارف ده، لكن عندي مجهولين. فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل ترايل اند ايرور. هنبتدي نفرض قيم للال بتاعت الرينفورسنج كونكريت، ومنها من المعادلة دي نطلع مين؟ البي بتاع الرينفورسنج كونكريت، وبعدين اضربهم في بعض واطلع مين؟ الاري. طيب ابتدي احط قيم واطلع الاري. طب ما هو كل ده ينفع، ايه الشروط او ايه افضل اختيار ممكن اخده؟ في بعض الاشتراطات لازم تبقى عارفها. اول حاجة لازم ال بتاع الرينفورسنج كونكريت دوت، يعني لازم عندك الشروط بتاعتنا. لو عايزين نتكلم على الشروط بتاعت شروط الاختيار، هتلاقي اول حاجة لازم يكون ال بتاع الرينفورسنج كونكريت يكون اكبر من 6 اي. طب ايه الهدف من ان ال ار تبقى اكبر من 6 اي؟ الهدف ده
او اللي بيخليه ان انا بختار ال ار سي اكبر من 6 اي عشان ما يبقاش يجيليش نيجاتيف ستريسز، يعني يجيلي تنشن في السويل عشان السويل ما بتحملش تنشن. طيب تاني حاجه، طبعا انا عندي المومنت في الاتجاه ال، فلازم ال بتاع رينفورس الكونكريت يكون مالها تكون اكبر برضك من البي بتاعه رينفورس مين كونكريت، ده الشرط التاني. طب لقيت برضك في الجدول كلهم زي بعض، اقول له طيب خش يا سيدي على مين، على الشرط التالت، لازم ال بتاع رينفورس الكونكريت تكون متناسبه مع مين، مع البي بتاع رينفورس الكونكريت. يعني ايه؟ ما يجيليش ال، افرض ال مثلا ب 4 متر وتلاقي البي ار سي تطلع لي بكام، بنص متر، كده مفيش تناسب خالص، لازم يبقى فيه تناسب، يعني 1.5 2 وهكذا 1.25 ايا كان. طب لقيت ان الجدول بتاعي فيه كل الاشتراطات ديت، خلاص يبقى انا حققت الاشتراطات، ابتدي ابص للناحيه الاقتصاديه. الناحيه الاقتصاديه ان انا اخد ايه، اقل مساحه تجيلي اقدر اطلع منها، او الاختيار بتاعي اقدر اجيبه عندي او اللي انا هحطه عندي في التصميم. طيب يبقى انا عندي فرضت قيم لل LRC، طلعت البي ار سي وطلعت الاريا، وعرفت في الاخر ان انا هختار القيم دي. يبقى انا بعد ما اطلعهم هبتدي اقرب ال ار سي وال البي ار سي والال ار سي لاقرب 5 سنتي، ومن هنا اقدر اطلع ال بتاع البلين كونكريت عباره عن ال ار سي زائد 2 تي بي سي، والبي بتاعت البي سي بتساوي البي ار سي زائد 2 تي بي سي. طب الكلام ده لو كانت الخرسانه اقل من 20، طب لو كانت اكبر من 20 نفس الكلام، بس الفرق في ايه؟ ان انت هتحط الكيو نت الاول، طبعا تلاحظ ان انا خدت زائد ما خدتش ناقص، بس الدايمنشن بتاعتك هتبقى ال ال بتاعت البلين كونكريت، وادي الجدول اللي احنا لسه متفقين عليه، اطلع القيم بتاعتها ومنها اقدر اطلع البي بتاعت البلين كونكريت والال بتاعت مين؟ البلين كونكريت، واقربهم لاقرب 5 سم. طيب الرفرفه زي ما اتعلمنا في الاجزاء السابقه، الرفرفه اللي هي دي اللي هي اسمها السي بي سي، اجيب السي بي سي دي ازاي؟ اتفقنا القانون بتاعها سي بي سي بيساوي تي بي سي جذر 1.33 على كيونت الاوبل، بحيث ان ما يجيليش تنشن هنا اهوت، الخرسانه بتاعت العاديه ما تقدرش تشيله فتبتدي تشرخ وتعمل لي مشكله، فببتدي اجيب السي بي سي. جبت السي بي سي خلاص يبقى اقدر اطلع الايه، ال ال ار سي ال بي سي ناقص 2 سي بي سي، والبي بتاعت الار سي بيساوي البي بي سي ناقص 2 سي بي سي. يبقى انا كده جبت الخطوه الثانيه في المساله بتاعتنا، ان احنا جبنا الدايمنشن، وهنبتدي نشوف الاجزاء القادمه ازاي نكمل التصميم. شكرا.